استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور احمد فهمي صرح بان الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للسيد الرئيس رسالة شفهية من اخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والسيد الرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لا سيما على المستوى الإقليمي. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريا عبر منفذ رفح. كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة ودفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.